احنا اهم حاجه عندنا في الشغل ان كل حاجه تبقى صناعه مصريه. حبينا نحاكي كل حاجه في مصر بكل المواسم، مثلا بتاعتنا زي عيد، زي رمضان، زي مولد. بنحكي كل ده بالتراث بتاعنا، بالالوان بتاعتنا، وبنحكيها في المنتجات اللي قصاد حضرتك دي. وفي برضو ساعات بنرسم اشخاص، بس برضو كله هاند ميد، مفيش طباعه نهائي. ده خشب فنلندي احنا بنشتغله وبنلونه بالوان اكريليك، بس دكاتره من عندنا عظام يعني هم اللي بيخترعوا الالوان دي وبيركبوها بطريقتهم. احنا لازم نعمل تنوع عشان البهجه، عشان في مثلا حاجه تناسب واحد كبير، حاجه تناسب مثلا طفل ياخد الحصان يقعد يهز الحصان يلعب بيه. المرجحه بقى يعني بيحبوها الكبار اكتر من الصغيرين. اول حاجه المنتج بيجي لي سكتش على ورق، بعدين بنبدا ان احنا نرسمه على البرنامج، بعد كده بنخش في مرحله تانية ان احنا بيتقطع على ماكينه الليزر وبعدين بيتنفذ. بس بالنسبه للالوان والحاجات دي بيكون في مرحله بعديه اثنين او ثلاثه بيبتدوا يلونوا كل منتج يعني على حسب الالوان. بيبقى صعب شويه الحاجات اللي فيها تركيب، حاجات الثري دي زي المرجحه مثلا، زي الساقيه، الحاجات دي. المرحله الثالثه من الشغل بنستلم الشغل من ماكينه الليزر وبنبدا نطبق الالوان. ازاي ده المنتج الاساسي بتاعنا الالوان بتاعته. انا في المرحله الثالثه بستلم الحاجه زي كده، بعد كده بستلم بفتكر فيها الالوان وبحط الالوان اللي هي بيبقى باشمهندس اسامه معودنا عليها زي كده وانا بشتغل عليها. بعد كده بعد ما استاذ اسامه بيفنشها كده بيقفلها كلها، ممكن استخدم حاجات فيها الوان وافنش فيها الاوردر كله في الاخر. وبعد كده بنمسك المنتج نركب فيه الالوان كده والاضاءه كلها وتبقى مناسبه لشكل المنتج. وبعد كده في الوان بتبقى زي شغل تنقيط، ما ينفعش ولا نزود ولا ننقص منها.